جبر هادشي تصلح. مكن الحكومة في افق بسيط عم تدخل 80 مليار ديال الدرهم باصلاح جبهات بدون ما نزيدوا في الضرائب، ولكن مستعنه بالوعاء العقاري. هذا اصلاح كان كاين في الرفوف. يعني هذه الحكومة حكومة اجراء فريمون غوفيرمون اوبيراسيونيل ديال الاجراء وديال التنفيذ وديال التنزيل بالاحترافية. هذه الحكومة برهنت على استغلال الانجاع لكل الامكانات المتاحه. اليوم خرجتي للازمه الصحيه، درتي في البرنامج ديالك التحول الاقتصادي والتحول الاجتماعي، كخصك من بين المبادئ المواجهه الخروج من الازمه بنجاح. الخروج من الازمه لان ذاك الوقت بينت ان العالم كامل ولا كل واحد اللي عنده شي حاجه كيشد عليها. باش غنزيدوا في هذه البلاد بينات بانها دبرت الازمه بنجاح. اليوم هاد الحكومه ديال العمل البناء والمنجزات الملموسه تبنى على مبدا اللي سطراتو في البرنامج الحكومي، ماشي اجات وجوده كتخدم سطرات قالت انا خصني تحول اقتصادي، خصني تحول اجتماعي، وصلنا للانتقال الاجتماعي، وصلنا للثوره الاجتماعيه. واش عمرها كانت؟ واش اليوم عمرها كان عند المغاربه كتعطى لهم لو مينيموم 500 درهم باش يقول لك هذا الشيء قليل ولا ماشي قليل؟ واش عمرها كانت بان التغطيه الصحيه ديال واحد 4.5 ديال ملايين ديال الاسر الدوله كتخلص عليهم الاشتراك ديالهم في السي ان اس اس؟ واش عمرها كانت راميد كتدخل الكلينيك بريفي؟ عمرها كانت كتدخل العياده الخاصه؟ راميد كانت كتدخلك عام السيكوريتي داخل المستشفى العمومي. ومعانا المنسق الجهوي ديال موظف وأطر الصحه وهو هنا يقول لنا راميد كانت كتدخلك غير كتدخلك المستشفى العمومي. اليوم كاين الاصلاح ديال المنظومه الصحيه في بلادنا كلها. هادشي هذا اليوم تهد الثقافة ديال من لا يشكر الناس لا يشكر الله مكيناش كنعتمدو عليها. اليوم كنشوفو عن كاس الفارغ، ما كنشوفو ديك الشوية اللي عامر ونكونو نزيدو. اليوم النظرة الإيجابية للشيء هي اللي غتخلينا نمشيو لقدام. اليوم النظرة الإيجابية للشيء هي اللي تخلينا نبنيو. اليوم النظرة الإيجابية هي ديك السنن الكونية في العطاء، الحسنة بعشر أمثالها. أعطي باش تقدر تجيب. اليوم ولات المرأة كتقدر حامل كتمشي تولد في كلينيكا بريفي، ما كانش ممكن تولد. اليوم العمليات ديال القلب مفتوح بذاك الكارطة ديال العمود التضامن. اليوم ليزاسوسياسيون عاد يقولوا لي عاد هذه راه ما عرفنيش في معطيات كنا. ليزاسوسياسيون ديال هادشي ديال غسل الكلاوي راه ما بقاش عليهم الزحام. ياك سيدي الرئيس، نتوما مجلس الجهة من الناس اللي كدعم واحد العدد ديال الجمعيات اللي تخدم في مجال الصحة واللي مشكور على ذلك لأن كدار مجهودات كبيرة وما كتشافش. وهاد المجهودات خاصها تسوقو، علاش؟ لأن اليوم خصنا نسوقو ونقولو اش كيدار، لأن ملي كنخليو الفراغ. شكرا سي عمر، سي المنسق الإقليمي ديال المهندسين، الرجل الطموح اللي تبارك الله عليه. اليوم كما قلت الحكومه رغم ذلك انا اسمح لي السيد المنسق صافي غنخدم معاه، غنلتزم باللي قلتي. الحكومه خدمت على تطوير واحد العدد ديال الاستراتيجيات اللي كانت قطاعيه وطورتها وعاد نفذها وعاد نزلها تدريجيا. انا ما نقدرش نقول الارقام لان الصراحه الله غلبوني الارقام، كاين عمر لا يرضي الدراهم 9.5 اشتراك في السي ان اس اس، 9.5 في الدعم المباشر ديال السكن، 10 مليار ديال الدرهم، 10 مليار درهم في برنامجين مستعجلين في القطاع الفلاحي لسنتين، وحنا اليوم في السنه الثالثه ديال الجفاف اللي غير المسبوق. لا ما دارت والو هذه الحكومه، راه جابت 3 مليار ديال الدرهم. اليوم خلق كل هذه الحكومه كتقول لك انا كل ما يمكن ان يحفز على توفير فرص الشغل انا معاه، لان اليوم ملي كنقولوا خلق فرص فرص الشغل ما كنجيش كنفتح الباب وكنقول لهم دخلوا تخدموا، راه خصني نعطي لهم قوانين نجهز كيفاش غيشتغلوا، نجهز المساطر، نجهز المناطق الصناعيه، نجهز المنظومه كلها. علاش؟ اللي تخدم باش توفر فرص الشغل. واليوم هادشي هذا كان علاش قلته؟ انا قلت واحد القضيه وكنركز عليها، ركز عليها الله يرضى عليكم. رجعوا البرنامج الحكومي ماشي بزاف 178 صفحه سهله تقراوه، عاد رجعوا الديكلاراسيون ديال رئيس الحكومه جوج ساعات ونص وهو كيتكلم مع نور برنامج وتحنا قاطعوا
وكيتكلم وما كملش الحصيله، ما كملش الحصيله المرحليه، وقارنوا هاد الجروح مش غادي يتسلسل بين كل ما هو مسطر وكل ما قيل له قيل عن الحصيله. ولان اليوم حنا في هذا المجمع المبارك هذه عيد بدايه، عيد بدايه، وكنشكركم على الحضور ديالكم اليوم. بغينا نرفعوا لواء وشعار ولا اعلان هذا اليوم، هذا هو اننا مع التواصل على المنجزات، مع التواصل على الاستمراريه، مع التواصل على التغيير، مع التواصل على التحول الاجتماعي. وشكرا.